ولا ممكن استسلم، لانه هني هذا اللي بدهم يوصلون عليه. انا مره حره بقدر اقول بدي اياه، يعني ما حدا له معي. فيك تكون إليسا بأقوى هجوم وحين بلا ضمير، والسبب علي حسن خليل وغازي عايتر. شنت الفنانة اللبنانية إليسا هجوماً على النائبين علي حسن خليل وغازي عايتر بعد انتخابهما أعضاء في لجنة الإدارة والعدل النيابية. وفي التفاصيل، عادت إليسا نشر صورة على حسابها عبر تويتر كتب عليها: أهي سخرية القدر أم حقيقة مقصودة؟ متهمين في قضية حادثة المرفأ علي حسن خليل وغازي عايتر يصلان منتخبين إلى لجنة الإدارة والعدل. وأرفقت الصورة بالتعليق التالي: يا عيب الشوم لك أدي وأحين وبلا ضمير. ومن ناحية أخرى، كانت شاركت الفنانة اللبنانية إليسا في مؤتمر إطلاق مبادرة جسور بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الأسكوا المنعقدة في الأردن. وخلال إلقاء كلمتها، وقعت إليسا في فخ زلة لسان، وبدل من أن تقول بطالة أخطأت وقالت البطاطا، ثم سارعت بإصلاح الكلمة ممازحة الحاضرين بالقول: هلا هيدي رح يعلقوا فيها بالسوشيال ميديا. يعني الهدف منا الوصول لحلول عملية لمشكلة البطاطا. وتفاعل كثير من المتابعين مع زلة لسان إليسا هذه بطريقة كوميدية، وكان من التعليقات عن جد السوشيال ميديا كلهم مسكوا بهالخربطة، الهضامة انخلقت إليك. إليسا فعلا البطالة والبطاطا واحدة، لأن البطاطا كبير حجمها زي حجم البطالة في الوطن العربي، بس حلوة منك يا قلبي، البطاطا طالعة من تمك زي العسل. ومن ناحية أخرى، كانت أوضحت المخرجة اللبنانية ريما الرحباني موقفها من غناء الفنانة اللبنانية إليسا لسيدة فيروز في حفل ليلة أمل الذي شاركت به إلى جانب كل من الفنانة اللبنانية هبة طوجي والموسيقي اللبناني العالمي إبراهيم معلوف وبقيادة الموسيقي اللبناني أسامة الرحباني، وذلك بعد الانتقاد اللاذع الذي وجهته للحفل مؤخراً. وأكدت ريما في ردها على تعليقات المتابعين عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك أنها لم تسمي إليسا بالتحديد، خصوصا عند حديثها عن النشاز، وقالت: بعدين سؤال كمان حشري، أنا ما حددت مين عم ينشز، كيف تقرر إنه بس إليسا؟ سيغراف بيفهموا عزوقن وبيقولوني شي ما قلته، مش بس نشاز، مزحطين عن الطبقة من أساسه. يبدو كان في تصحيط يومته، هيدا إذا استثنينا العر اللي ناجم من الأغاني الرجالية، هالجعير الزايح بهالعمر شو مخليين لآخرتكن؟ آخ يا الله!